جديات 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 دي يزعجني الموضوع بدون شقة عن شقة والله مزري. لا لازم تسوي أكشن. لا حبيبي هاي روحي عالح دكتور نفسي. ليش يعني اكو وحدة تشتكي حسة كاتبة قصيدة عليه من اجي اقول لك ليش قولي لي والله حياة هذا ما تسوي مشاكل. ما بيها مشاكل ما احب اني احب الأكشن. ما بيها ما يتعارك ما يتعارك ما يصير ترى هذا مو نورمال. لا والله انت لازم تروح دكتور نفسي ما يصير. ما بي حل مشاكل والله. شنو ما بك حل مشاكل؟ ما يصير ما يصير هذا والله نسوان يحزوش تراجلش ما يسوي مشاكل. والله سنتين ما عندنا مشكلة. يلا سمع القصيدة اللي منزلتها عليك. اي تستاهل لان ما تسوي وياي مشاكل ما عندك اكشن. والله حبتي هاي من الراحة. لا كتبت علي قصيدة ما احكي لكم. والله جيب قلت لها لطم لطم. قلت ليش كتش بابا كاتبة علي؟ كان تقول لي مو انت ما تسوي مشاكل وياي. والله كلش هادئ وما تعطيني مشاكل ما تعطيني مجال ما يعطيني ما ابي حل مشاكل والله. شنو ما بك حل مشاكل ما يصير ما يصير هذا والله النسوان يحزوش تراجلش ما يسوي مشاكل. والله سنتين ما عندنا مشكله. يلا سمع القصيده اللي منزلتها عليك. اي تستاهل لان ما تسوي وياي مشاكل ما عندك اكشن. والله حبتي هاي من الراحه. لا كتبت علي قصيده ما احكي لكم. والله جيب قلت لها لطم لطم. قلت ليش كتش بابا كاتبه علي؟ كان تقول لي مو انت ما تسوي مشاكل وياي. والله كلش هادئ وما تعطيني مشاكل ما تعطيني مجال ما يعطيني مجال ولازم زمام الامور بس ما يصير هيك حياه جافه يعني لازم نتعارك. ما متعلم على العموم بعد شويه راح انزل لكم قصيده كتبتها علي وتمثل حال كل مره من الزوجه. انطوني رايكم. ما بس انتي انت على هيك بمان الله قاعد مالك علاقه بالوضع بس هي انكتبت عليك هاي هي. بس هي كلش حقيقيه خلوا بالكم هرمونات المره. لا بسياقه فالحين لا بالعمل فالحين عمي والله العظيم ما ادري شلون. بس لا جديات اكو تناقض بشخصيتك مو طبيعيه. بالبيت ابد ما تتعارك. بالشارع ما اعرفك انسان ثاني يعني هذا طبيعي. لا حبي مو طبيعي. ها طبيعي المفروض الرجال إيه؟ بالشارع ما يتعارك ايه وبالبيت بس يتعاركون. مو هذا صحيح. مو هذا صحيح. صح والله مو يمرون بمراحل ويتعاركون اردز على روح البيت اهلي. هذا الموضوع انا ضايجه ترى من حياتي. انا اكره الهدوء. انا ما راح احب الاكشن احب المهاترات يعني عرفت ما حلو الهدوء. تعالوا تعاركوا باوع مو اني الدنيا لو حيل تريحني وهاي الراحه اني زعجتني لو تكفخ فوق فوق. فأنا هاي الحياة ما أحبها. ما أحبها ما أحبها. مو أهلنا ربونا على سالفة. وين شنو يعني؟ ما نتعارك ويا النسوان. أوه هاي من طلعت لي هذا من يا درب. والله ما نتعارك. أنا ضايجة ترى من حياتي. أنا أكره الهدوء. أنا ما راح أحب الأكشن. أحب المهاترات يعني عرفت؟ ما حلو الهدوء. تعالوا تعارك ويا. باوع مو أني الدنيا لو حيل تريحني وهاي الراحة أني زعجتني لو تكفخ فوق فوق. فأنا هاي الحياة ما أحبها. ما أحبها ما أحبها. مو أهلنا ربونا على سالفة. وين شنو يعني؟ ما نتعارك ويا النسوان. أوه هاي من طلعت لي هذا من يا درب. والله ما نتعارك ويا النسوان. زين ويا من أتعارك إذا أريد أتعارك؟ شوفي لك واحدة من صديقاتك. ما يتعاركن وياني يتشفون شر. والله حقهم. يلا يلا القصيده كملت ها لا بعد الصلافه كاتبتها علي وهو دا يمنتجها وانا دا منتج دا رتب الشيا وحنزل الشيا وكل ساعه اقول له ترى القصيده عليك لا تنسى وانا فيك رجال والله الحمد لله وشكري عمي هسه بس هسه حلو ورا هذا الفيديو يا عشتو الامور حيل طيبه هسه حتنضربين عين من هاي الليزريه بحيث باكر انا شافك من البالكون.